إذن عنوان محاضرة اليوم higher order linear equations، هاي المعادلة اللي عندي y المشتقة n زائد a n minus 1 of t y المشتقة n minus 1 إلى آخرها بتساوي r of t. هاي بنسميها معادلة linear من الرتبة n، nth order linear differential equation. إذا كانت r of t لا تساوي 0 الطرف الأيمن، then we call it non-homogeneous differential equation. إذا كانت r of t طرف الأيمن بيساوي صفر، then we call it homogeneous differential equation. If a i of t تساوي a i scalars، then we call it constant coefficients differential equation. إذا كانوا كلياتهم هذول الكوفيشنس ثوابت، سميها linear equation with constant coefficients. هاي examples: y triple prime minus 3y double prime زائد 3y prime minus y تساوي صفر. إذا الـ characteristic equation r تكعيب minus 3r تربيع زائد 3r minus 1 تساوي صفر. الآن كون الكالكوليترز مش مسموحة بالامتحانات، إذا نتذكر كيف نوجد جذور المعادلة التكعيبية. إذا بنيجي على الحد الثابت وبنشوف شو عوامله، ناقص واحد وواحد، فباجي بعوض واحد بالمعادلة، واحد تكعيب ناقص ثلاثة بصير واحد ناقص ثلاث زائد ثلاث ناقص واحد صفر. إذا الواحد جذر يعني r minus 1 بيكون احد العوامل لهي المعادله. باجي بقسم المعادله اللي هي r تكعيب minus 3 r تربيع زائد 3 r minus 1 على r minus 1، هي القسم الطويل هون على اليمين، فبيكون الناتج r تربيع minus 2 r زائد 1. يعني هاي ال r تكعيب minus 3 r تربيع زائد 3 r minus 1 هي عباره عن حاصل ضرب r minus 1 في r تربيع minus 2 r زائد 1 تساوي صفر. إذا R ناقص واحد تساوي صفر، إذا R1 تساوي واحد. الثانية هي عبارة عن R minus 1 تربيع، إذا الجذر الثاني والثالث برضو واحد. إذا هاي معادلة فيها repeated rows كلهم بيساوي واحد، فالحل مكتوب Y1 بيساوي E قوة T، الحل الثاني بنضربه في T اللي هي T E قوة T، والحل الثالث بنضربه كمان مرة في T بصير T تربيع E قوة T. فالجنرال سوليوشن بساوي C1 E قوة T اللي هي Y1 زائد C2 T E قوة T اللي هي Y2 زائد C3 T تربيع E قوة T اللي هي Y3. هاي معادلة من درجة الرابعة، مشتق الرابع إلى Y ناقص 8 Y دبل برايم زائد 16 Y بتساوي صفر. هاي الكاركترستيك ويجن R قوة 4 ناقص 8 r تربيع زائد 16 تساوي صفر. هاي عبارة عن r تربيع ناقص 4 في r تربيع ناقص 4. إذا عملنا عملية الضرب بصير r قوة 4 وهو ناقص 4 في r تربيع وناقص 4 في r تربيع اللي هي ناقص 8 r تربيع وناقص 4 في ناقص 4 اللي هي زائد 16. إذا ساوينا الأول r تربيع ناقص 4 بالصفر بيطلع عندي 2 وناقص 2، وهي نفس الاشي بيطلع 2 وناقص 2. يعني عندي بيكون ريبيتد جذرين 2 وجذرين سالب 2، فهي y1 اي قوة 2t y2 اي قوة سالب 2t اللي هي 2 وسالب 2، لانهم ريبيتد بصير y3 t اي قوة 2t وt اي قوة سالب 2t. وهي الجنرال سوليوشن c1 اي قوة 2t زائد c2 اي قوة سالب 2t زائد C3 T E قوة 2T زائد C4 T E قوة سالب 2T. نفس المعادلة اللي فوق بس نغير الإشارة، هون نصير زائد بدل ناقص 8. فهي الكاركترستيك إكويجن هي عبارة عن R تربيع زائد 4 في R تربيع زائد 4. إذا الجذر الأول والثاني هم بلس ماينس 2I، والثالث والرابع بيكون ريبيتد برضه بلس ماينس 2I. الآن نكتب الحل أول إشي للجذرين الأولانيين، بيكون C1 كوساين 2T زائد C2 ساين 2T، كونهم ريبيتد بصير C3 T كوساين 2T زائد C4 T ساين 2T. هون دكتور تفضل.
بس كيف بدي افرق اذا هو درجه الاشتقاق ولا اس؟ القواس، هون القواس، اذا بين قوسين بكون مشتقه، اذا من دون قواس بتكون يعني باور عاديه، واي قوه اربعه اللي هي واي مضروبه بنفسها اربع مرات، اما واي الاربعه بين قوسين المشتقه الرابعه لواي. اوكي دكتور تفضل. هسه هون مش المفروض يكون بالحل اخر شيء لما كتبنا سي 1 كوساين 2 تي والى اخره اي تو باور اكس تي عفوا؟ كمان مره يا عبد الله، احنا اخذنا بالهوموجينيوس لما نكتب أيوة. الحل الاخير ايوه يكون قبل هاي الكوساين والساين اي تو باور تي. بس هون لاحظ بالجذر ما فيش ريال بارت، صفر الريال بارت، صفر واحد، فبتكون اي قوة صفر اللي هي واحد. صح. اوكي، ار تكعيب زائد ثمانية بيساوي صفر. شو عوامل ثمانية؟ واحد وسالب واحد اثنين وسالب اثنين واربعة وسالب اربعة. فهون لاحظ اذا عوضنا الواحد ما بيمشي الحال، واذا عوضنا سالب واحد ما بيمشي الحال، لكن اذا بنعوض السالب اثنين بحقق المعادلة. فبنقول انه ار زائد اثنين هو احد العوامل، فبنقسم قسمة طويلة، ار تكعيب زائد ثمانية على ار زائد اثنين، بيطلع الناتج ار تربيع ناقص تو ار زائد اربعة. هاي الاولى جذرها سالب اثنين، والثانية واحد زائد ناقص جذر الثلاثي اي. بالنسبة للجذر الاول هذا سي 1 اي قوة سالب اثنين تي، الان هاي الحالة اللي سأل عنها عبد الله قبل شوي انه هون في ريال بارت اللي هو الواحد، فبيكون سي 2 اي قوة تي كوساين جذر الثلاثة تي زائد سي 3 اي قوة تي ساين جذر الثلاثة تي. هاي معادلة من الدرجة السادسة، هاي المشتقة السادسة لواي ناقص 6 المشتقة الخامسة زائد 9 المشتقة الرابعة. إذا الكاركترستيك ويجن R قوة 6 ناقص 6 R قوة 5 زائد 9 R قوة 4 تساوي 0. منطلع R قوة 4 عامل مشترك، بضل R تربيع ناقص 6 R زائد 9. R قوة 4 بتساوي 0، إذا R1 تساوي R2 تساوي R3 تساوي R4 وتساوي 0، لأن هاي عبارة عن R ناقص 3 تربيع، إذا عندي R5 بتساوي 3 و R6 بتساوي 3. بالنسبة لأول أربع جذور، إذا أول إشي يعني C1 إي قوة صفر اللي هي واحد، الحل الثاني C2 بضرب في T يكون C2 T، الحل الثالث زائد C3 T تربيع، والحل الرابع C4 T تكعيب، كونهم ريبيتد كل مرة بضرب في T. يعني بالنسبة للثلاثة والثلاثة C5 إي قوة ثلاثة T، وكونه ريبيتد زائد C6 T إي قوة ثلاثة T. هاي برضو معادلة من الدرجة السادسة، الكاركترستيك ويجن R قوة 6 ناقص 16 R تكعيب زائد 64 تساوي 0. إذا هون نيجي على العوامل، هون مش عامل على العوامل على طول، هاي أنا فيها 3 تيرمز، هي عبارة عن R تكعيب ناقص 8 فR تكعيب ناقص 8. فهون الـ R تكعيب ناقص 8 الأولى بيكون احد عواملها الاثنين، فبنقسم ار تكعيب ناقص 8 على ار ماينس 2 بتضل ار تربيع زائد 2 ار زائد 4، والثانيه بتكون زيها ريبيتد، هيها زيها. اذا هذا الجذر الاول 2 وجذور ار تربيع زائد 2 ار زائد 4 هي ناقص 1 زائد ناقص جذر الثلاثي اي. اذا هذول الجذور بيكونوا نفسهم، يعني هذول اول ثلاث جذور، اذا الجذر الرابع 2 زي الاول، والخامس والسادس زي الثاني والثالث اللي هي ناقص واحد زائد ناقص جذر الثلاثي اي. الان نبدا بكتابه الجنرال سوليوشن، سي 1 اي قوه 2 تي بالنسبه للجذر الاول زائد سي 2 تي اي قوه 2 تي، هاي بالنسبه للجذر الثاني هذا اللي هو ار 4 نضرب في تي لانه ريبيتد، هون 2 وهون 2 ريبيتد، اذا اي قوه 2 تي وتي اي قوه 2 تي. لأن نجي لهذا الجذر ناقص واحد زائد ناقص جذر الثلاثي اي، اذا اي قوة ماينس تي ساين جذر الثلاثي تي، واي قوة ماينس تي كوساين جذر الثلاثي تي، وكونه ريبيتد
بصير عندي C5 T إقوى ماينس T ساين جذر الثلاثة T و C6 T إقوى ماينس T كوساين جذر الثلاثة T. إذا كمان مرة بالنسبة للجذر الأول والرابع اللي هو 2 ريبيتد يكون الحل C1 إقوى 2 T زائد C2 T إقوى 2 T. الآن بالنسبة للجذرين الثاني والثالث الحل إقوى ماينس T ساين جذر الثلاثة T وإقوى ماينس T كوساين جذر الثلاثة T. وهذول الجذرين ريبيتد إذا بنضرب في تي هون يعني نضرب هذا اللي هو الثالث في تي والرابع في تي بصير عندي تي إقوى ماينس تي ساين جذر الثلاثة تي وتي إقوى ماينس تي كوساين جذر الثلاثة تي. الآن نيجي لأنه هوموجينيوس هاير أوردر ونبدأ بالأنديترمايند كوفيشنز الطريقة الأولى واي تريبل برايم زائد ثمانية واي تساوي تي. إذا بنحل أول شيء الهوموجينيوس R تكعيب زائد 8 بيطلعوا هذول الجذور قبل شوي كانوا فوق بنفس المعادلة بس الطرف الأيمن عندي T. الآن هذا حل الهوموجينيوس ديفرنشال إكويجن Y1 إقوى ماينس 2T Y2 إقوى T ساين جذر 3T Y3 إقوى T كوساين جذر 3. هل T حل؟ لا. إذا المفروض البارتيكولار سوليوشن AT زائد B هي هون AT زائد B بنوجد واي برايم وواي دبل برايم وواي تربل برايم. اذا مشتقل تفضل بلا مقاطعه لحديثك. هسه انا عندي مشكله بالفرض هذا خضنا له موضوع لحاله صح بانه مجيني. نعم هسه تي ليش فرضناها اي تي زائد وبي اي بولينوميال بتفرض الشكل العام تبعه يعني تي خطي اي اختران خطي بنكتبه على شكل اي تي زائد بي. لو كان بالطرف الايمن تي تربيع هون بتفرض اي تي تربيع زائد بي تي زائد سي الشكل العام للمقدار التربيعي. ولو كان تي تكعيب بتفرض اي تي تكعيب زائد بي تي تربيع زائد سي تي زائد دي الشكل العام للبولينوميال. هذا خطي اذا اي تي زائد بي اذا تربيعي اي تربيع زائد بي اي تي تربيع زائد بي تي زائد سي. فهي هو الفرض الخط خير يعني هون تي فرضناها اي تي زائد بي لانه تي ايش هسه ما انت قبل شوي قلت التي حل لا مش حل متى بقول اذا حل ومتى بقول اذا مش حل. ايوه اذا لو كانت التي هي احد حلول الهوموجينس ما بس بتحط انه اي تي زائد بي وبترد تضربها في تي فبصير اي تي تربيع زائد بي تي. ايوه هاي بكل الهوموجينس فهي هاي بالحاله هاي هنا بهذا الاكزامبل هي مش احد حلول الهوموجينس اذا بيبقى الحل اي تي زائد بي. هسه عم نيجي للحالات لما بيكون الطرف الايمن احد حلول الهوموجينس شو بعمل. اوكي تمام اوكي. الان هون عندي اي تي زائد بي هاي المشتقة الاولى اي وهي المشتقة الثانية صفر والمشتقة الثالثة صفر بنعوض هون صفر زائد ثمانية في اي تي يعني بنحط واي اللي هي اي تي زائد بي هيها هون ثمانية في اي تي زائد بي تساوي تي. الآن اضرب ثمانية اي تي زائد ثمانية بي لازم الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر فلازم الثمانية اي تساوي واحد اذا اي بتساوي واحد على ثمانية وكونه بالطرف الايمن ما في كونستنت معناته ثمانية بي بتساوي صفر اذا بي بتساوي صفر اذا بيكون البارتيكولار سوليوشن واحد على ثمانية تي. يكون الجنرال سوليوشن اللي هو حل الهوموجينيوس هيو زائد البارتيكولار سوليوشن اللي هو تي على ثمانية. هاي مثال عندي هاي المعادلة برضو حليناها قبل شوي طلع الحل بهذا الشكل سي 1 زائد سي 2 تي زائد سي 3 تي تربيع زائد سي 4 تي تكعيب زائد سي 5 اي قوة 3 تي زائد سي 6 تي اي قوة 3 تي. الآن الطرف الأيمن تي لازم أكتبه اي تي زائد بي بس الكونستانت حل والكونستانت تي حل فباجي بضرب في تي ضربنا في تي فبصير اي تي تربيع زائد بي تي بضرب كمان مرة في تي حتى أوصل لعند هي طلع كم مرة أربع مرات فبصير كونستانت تي قوة خمسة زائد كونستانت تي قوة أربعة. ليش؟ لأنهم هذولا راح يجيبوا لي حل جديد. لاحظ يعني
تي تكعيب موجود وتي تربيع موجود وتي موجود والكونستنت موجود، فهذول تي قوة 4 وتي قوة 5 راح يجيبوا لي حل جديد لينيرلي اندبندنت من الحلول اوريدي اللي موجودة لحل الهوموجينيوس. إذا كمان مرة كونها تي بنحط اي تي زائد بي بضرب في تي بضله برضو حل، بضرب كمان مرة في تي بضله حل، بضلني أضرب تيطلع معي حلول جديدة اللي هي تي قوة 4 وتي قوة 5. هاي المشتقة الأولى وهاي المشتقة الثانية وهاي الثالثة، 6 مرات بدي أشتق، وهاي الرابعة هاي الخامسة وهاي السادسة. إذن السادسة صفر بنعوض هنا بواي المشتقة السادسة ناقص 6 في المشتقة الخامسة اللي هي 120 بي، هذا الحل هنا صفر ناقص 6 في 120 بي زائد 9 في المشتقة الرابعة هيها 24 A زائد 120 بي تي تساوي تي، لأن هون عندي 600 1000 وقديش 120 ضرب 6 720 ناقص 720 بي، وهون عندي 29 بأربعة A وهون عندي 120 بي. إذن وين التي موجودة؟ بس عند ال 120 بي تي. إذن لازم 120 بي تساوي 1. لا في هون عفوا 720 في 7 ناقص 720 وهون عندي 9 ضرب 120 فبصير 900 1080 بي ناقص 720. هون في إشي غلط سوري، هذا هون ما فيش تي وهون بضل كونستنت. اذا الحل اللي بالطرف الايسر عندي 9 ضرب 120 اللي هي 1080 بي بتساوي 1، هي 1080 بي تساوي 1، اذا بي بتساوي 1 على 1080. الان الثوابت اللي بالطرف الايسر اللي هي ناقص 720 بي وهون 9 ضرب 24 180 و36 216 ايه. إذا هذول مجروحهم لازم يكونوا يساوي صفر. أنا طلعت البي اللي هي 1 على 1080 بنعوضها هون تطلع الاي بيساوي 1 على 324. إذا بيكون البارتيكولر سوليوشن نيجي بنعوض الاي والبي القيم اللي طلعناهم هون. فبيكون البارتيكولر سوليوشن هذا المقدار تي على 300 تي قوة 4 على 324 زائد تي قوة 5 على 1080، ويكون الحل بعد ما اكتب من C1 لسي 6 حل الهوموجينيوس بضيف له البارتيكولر سوليوشن منه. اكزامبل اف ذا روتس اوف ذا كاركترستيك ايكويشن كورسبوندينج تو هاي المعادله، هاي معادله يعني من الدرجه الخامسه، عندي بالطرف الايمن اي قوه 2 تي ساين تي زائد تي اي قوه 2 تي زائد 4. اذا كان الجذور يعني الخمس جذور لهي المعادله من الدرجه الخامسه هم 1 زائد ناقص 2i و2 و2 وصفر. Find a suitable form of the particular solution. لاحظوا انه حل الهوموجينيوس كون هاي الجذور راح يكون اي قوة تي كوساين 2 تي وساين 2 تي. هذا الجزء اللي هو الجذرين الاولانيات، وهون عندي ريبيتد اذا بصير سي 3 اي قوة 2 تي زائد سي 4 تي اي قوة 2 تي زائد سي 5 اللي هي للصفر. فبنيجي على اول تيرم اي قوة 2 تي ساين تي، هل هي احد حلول الهوموجينيوس؟ لا. اذا بيكون فرض البارتيكولر سوليوشن اي قوة 2 تي كونستانت ساين تي زائد كونستانت كوساين تي. هاي بالنسبة للجزء الاول. بالنسبة للجزء تي اي قوة 2 تي، هل هو احد حلول الهوموجينيوس؟ يس ات از، هيو تي اي قوة 2 تي. اذا لازم اضرب في تي. يعني هاي هي لهيك بتكون كونستانت تي زائد 4 في اي قوة 2 تي، بس هذا بيكون مكرر. فبنيجي بنضربه في تي، هاي هون عملية الضرب في تي. تي اي قوة 2 تي بضرب أول مرة بصير تي تربيع زائد يعني اي 3 تي تربيع زائد اي 4 تي، الاي 4 تي حل هيو، بضرب كمان مرة في تي. فبصير اي 3 تي تربيع زائد اي 4 تي تكعيب في اي قوة 2 تي. والكونستنت هل هو احد حلول الهوموجينيوس؟ اللي هو شو الجزء الثالث عندي من الطرف الايمن؟ 4 اللي هي ثابت، وعندي انا سي 5 موجود، اذا بضرب في تي
فبيكون عندي A5T. كمان مرة، بالنسبة لأول تيرم اللي هو E قوة 2T sin T، مش أحد حلول الهوموجينيوس، هيها حل الهوموجينيوس، Y هوموجينيوس هي. إذن بيكون فرضي لا هو E قوة 2T، افتح قوس constant sin T زائد constant cosine T، هيو E قوة 2T constant يعني A1 sin T زائد A2 cosine T. الآن بالنسبة للتي إي قوة 2 تي، بغض النظر شو حل الهوموجينس، كيف لازم أكتب شكل particular solution؟ constant اللي هو A3 تي زائد constant في إي قوة 2 تي، هيو A3 تي زائد A4 في إي قوة 2 تي. لكن constant في إي قوة 2 تي هو أحد حلول الهوموجينس، هيو، والتي في إي قوة 2 تي برضو أحد حلول الهوموجينس. فلما أضرب أول مرة بتي بصير A3 تي تربيع زائد A4 تي، الاي 4 تي حل، هيو بضرب كمان مره في تي بصير اي 3 تي تكعيب زائد اي 4 تي تربيع في اي قوه 2 تي. وهذا الاربعه كونستنت هو احد حلول الهوموجينس، هيو سي 5 بضربه في تي، هيو هون هذا هو هيك شكل البارتيكولار سوليوشن. لاحظوا انه هذول الاسئله الهاير اوردر بده وقت كثير، خصوصا اذا بكون مطلوب منك تحسب الكونستنت A1 و A2، فصيغه هذا السؤال مناسبه جدا تفحص فيها الطالب هل هو فهمان ولا لا. يعني هذا الاكزامبل اذا انت بتعرف تكتب البارتيكولار سوليوشن، اول شيء شو هو الهوموجينيوس، حل الهوموجينيوس بناء على الجذور، ثاني شيء شو شكل البارتيكولار سوليوشن بناء على حل الهوموجينيوس، بيكون يعني مش رح يجي اصعب من هذا السؤال على هذا الموضوع. وهذا السؤال مناسب جدا مشان تفحص فيه طالب فهمان ولا لا، وبكون ما بأخذ منه وقت طويل من دون ما يحسب الكونستانتس. لأن الطريقة الثانية اللي هي الفاريشن والبارامترز، هاي nth order linear non-homogeneous equation. إذا بالفاريشن والبارامترز بقول لي y particular بساوي v1 y1 زائد v2 y2 لعند vn yn، where y is the solution of the homogeneous equation and v i's are given as follows. الان ال v i بتساوي رونسكيان w i على w في الطرف الايمن دي اكس. الان الرونسكيان ل n من الحلول بيكون السطر الاول y1 y2 لعند yn، والسطر الثاني المشتقه الاولى، السطر الثالث المشتقه الثالثه، ثانيه عند السطر الاخير بيكون المشتقه n minus 1 دائما. Example, if the solutions of the homogeneous equation are، إذا كان حل الهوموجينيوس واحد و x و ln x، x positive، find Wronskian and W2، يعني W and W2، لأن هي W هي السطر الأول الحلول اللي هي واحد و x و ln x، شو مشتقة الواحد صفر، وشو مشتقة الصفر صفر، لأن شو مشتقة ال x واحد، شو مشتقة الواحد صفر، شو مشتقة ln x واحد على x، شو مشتقة واحد على اكس ناقص واحد على اكس تربيع. الان بدي اوجد الديترمينانت هذا بالسطر الاول، باجي عند الواحد وبحط خط افقي وخط عمودي، فبضرب الواحد ب الديترمينانت تاع واحد وواحد على اكس وصفر وناقص واحد على اكس تربيع، يعني بصير هاي المحدده الثلاثيه هي نفسها واحد في المحدده الثنائيه. يعني زي كاني بقول اذا بدي اوجد بالسطر الاول أول إشي واحد بنحط هيك خط وهيك خط ونضرب بيه الديتيرمينانت هذا، بس كون هون في صفر وهون صفر ما في داعي أعمل هاي الخطوة اللي عاملينها هون، لأنه هالصفر وهالصفر، لأنه على طول لأنه هون زيروز. إذا يكفي إنك تحط سطر خط على السطر الأول والعمود الأول، بيكون الديتيرمينانت هو ديتيرمينانت الباقي اللي هو واحد وواحد على إكس وصفر وناقص واحد على إكس تربيع، بنضرب بطلع ناقص واحد على اكس تربيع، لانه هون ناقص صفر بيكون. الان W2 بنحط مكان السطر الاول بضله زي ما هو واحد صفر صفر، مكان العمود الثاني بنحط صفر صفر واحد، والعمود الثالث بيبقى زي ما هو. الان هاي واحد بنحط هيك خط افقي وهيك خط عمودي، بصير هذا بيساوي ديتيرمينانت صفر وواحد على اكس وواحد وسالب واحد على اكس تربيع. إذا صفر في ناقص واحد، إذا صفر ناقص واحد في واحد على إكس ناقص واحد على إكس، إذا W2 ناقص واحد على إكس، و W
ناقص واحد على اكس ربيع اللي هي المطلوبات من السؤال. سولف مشتقة ثالثة لواي زائد أربعة واي برايم بتساوي تان اثنين اكس. أول إشي منحل الهوموجينيوس آر تكعيب زائد أربعة آر بيساوي صفر، بنطلع آر عامل مشترك بضل آر تربيع زائد أربعة، إذا آر تساوي صفر وهذا آر تربيع زائد أربعة جذور هاي بلس ماينس تو آي. إذا واي هوموجينيوس بيساوي واحد وساين اثنين تي وكوساين اثنين تي. بيكون واي بارتيكولر بيساوي في1 واي1 زائد في2 واي2 زائد في3 واي3. إذا هاي رونسكين العمود الأول الثلاث حلول مشتقة الواحد صفر ومشتقة الصفر صفر، مشتقة ساين 2x 2 كوساين 2x، ومشتقة 2 كوساين 2x هي ماينس 4 ساين 2x، وهي كوساين 2x هي مشتقتها الأولى وهي مشتقتها الثانية، لأن من قلنا بنحط خط هيك أفقي عند الواحد وخط عمودي بظل محددة، هاي اللي هي 2 كوساين 2x هي ناقص 2 ساين 2x هي ناقص 4 ساين 2x ناقص 4 كوساين. بنضرب الآن 2 في سالب 4 سالب 8 كوساين تربيع x، وهنا سالب في وسالب وسالب بصير موجب فبيضل سالب 8 ساين تربيع 2x. طلع سالب 8 عامل مشترك بضل جواه كوساين تربيع 2x زائد ساين تربيع 2x، إذا بيساوي سالب 8. الآن بنجي نوجد W1 محل العمود الأول بنحط 0 0 1 والعمود الثاني بيبقى زي ما هو والعمود الثالث بيبقى زي ما هو ل W1. إذا بنحط عند هاي الواحد بنحط خط أفقي هون خط عمودي هون، فبصير ساين 2x في سالب 2 ساين 2x، إذا بنطلع سالب 2 ساين تربيع سالب 2 كوساين تربيع، طلع سالب 2 عامل مشترك إذا بكون بيساوي سالب 2. لأن W2 العمود الأول بنبقيه زي ما هو 1 0 0، الثاني بنحط محله 0 0 1، والثالث بنخليه زي ما هو. فيعني لو اجينا هون اخذنا هذا الواحد اخذنا خط افقي وخط عمودي بيكون الديتيرمنت صفر في هاي صفر ناقص في ناقص بصير زائد 2 ساين 2x، اذا 2 ساين 2x بكون المحدد. لو اجيت اوجد بالواحد هذا اللي هون لانه برضه افقيه وفي صفر وصفر، بنحط خط افقي هون وخط عمودي هون، بس هنا هذا موقعه سالب يعني بالديتيرمنت، فلازم يكون في عندي سالب قبل الديتيرمنت، سالب ديتيرمنت 1 كوساين 2x و0 سالب 2 ساين 2x، فبكون هنا سالب وفي سالب برا بصير 2 ساين 2x. الان W3 بنخلي العمود الاول والثاني زي ما هم بنحط مكان الثالث 0 0 1، فبكون الديتيرمنت لهي بيساوي 2 كوساين 2x ضرب 1 اللي هي 2 كوساين 2x. الان ال v1 بيساوي w1 على w في الطرف الايمن r of x، اذا w1 سالب 2 وw سالب 8 والطرف الايمن tan 2x، هاي الربع بنطلعها برا tan 2x اللي هي sin 2x على cosine 2x، وهي بتساوي ناقص لن الكوساين 2x مضروبه في نص، فبصير سالب 1 على 8 لين كوساين 2x. v2 w2 على w، w2 2 ساين 2x على w سالب 8، في الطرف الايمن اللي هو tan 2x اللي هو ساين 2x على كوساين 2x، فبصير عندي فوق طلعنا الاثنين برا والسالب 4 بصير سالب ربع ساين تربيع 2x اللي هي بتساوي 1 ناقص كوساين تربيع واحد على كوساين 2x اللي هي سيكنت 2x، كوساين تربيع كوساين اللي هي كوساين 2x. تكامل سيكنت 2x بيكون نص مضروب في الربع لبرا بصير سالب 1 على 8 لين سيكنت 2x زائد 2x، والكوساين 2x تكاملها ساين 2x على 2، وهي ضربنا طلعنا السالب ثمن برا. ال في 3 w3 على w اللي هي 2 كوساين 2x على سالب 8 في ساين 2x على كوساين 2x، بنختصر هاي مع هاي وبضل ساين 2x تكاملها كوساين 2x على 2، هاي اول شيء كان سالب ربع نضرب في على سالب 2 فبصير عندي ثمن كوساين 2x، لان y بارتيكول بيساوي v1 هيها في y1 ناقص v2 في y2، y1 واحد كان
هاي في 2 هاي واي 2 اللي هي ساين 2 اكس، وهاي في 3 وهاي واي 3 كوساين 2 اكس. هذا واي بارتيكولر، واي جنرال بصير واي هوموجينا زائد واي بارتيكولر. Given that x x تربيع and x تكعيب are solutions of the corresponding homogeneous equation لهذه المعادلة. Find the general solution of this equation. نوجد رونسكين للثلاث حلول. هاي السطر الأول هو عبارة عن الثلاث حلول. هاي مشتقة ال x واحد ومشتقة ال واحد صفر. مشتقة ال x تربيع 2 x مشتقتها 2. مشتقة ال x تكعيب 3 x تربيع ومشتقتها 6 x. الآن بوجد بالعمود الاول بضرب الاكس في الديترمننت هذا اللي هو 2x و3 اكس تربيع على والسطر الثاني 2 و2 اكس، بعدين ناقص بضرب الواحد في ديترمننت اكس تربيع اكس تكعيب و2 و6 اكس، والثالث صفر بطلع 2 اكس تكعيب. هاي الدبليو، هاي الدبليو 1 دبليو 2 دبليو 3. بالدبليو 1 بنعوض مكان العمود الاول 0 0 1، فبيكون الديترمننت بساوي اكس تربيع في 3 اكس تربيع 3 اكس قوى 4 ناقص 2 اكس قوى 4 اللي هو اكس قوى 4. والدبليو 2 بنعوض بدل العمود الثاني 0 0 1، والدبليو 3 بدل العمود الثالث 0 0 1. هون طلع ماينس 2 اكس تكعيب وهون طلع اكس تربيع. هذول الان نجي الى الفي 1 اللي هي دبليو 1 على دبليو في الطرف الايمن اللي هو 3. بدنا ما ننسى انه بالفاريشن اوف بارامترز لما بدك تحدد شو هو الطرف الايمن لازم تكون قاسم على معامل اعلى مشتقه. فبعد ما اقسم على معامل اعلى مشان احدد ايش هي الار اوف تي اللي هو الطرف الايمن، يكون الطرف الايمن 3 بعد ما اقسم على اكس تكعيب. اذا هي هون لما اوجدت الفي 1 هاي دبليو 1 على دبليو وهي 3 اللي هو الطرف الايمن. هي تكاملها وهي الفي 2 وهي الفي 3، هي اللي هي دبليو 2 على دبليو في الطرف الايمن، وهي دبليو 3 على دبليو في الطرف الايمن. فهي الواي بارتيكولر في 1 واي 1 زائد في 2 واي 2 زائد في 3 واي 3. 3 على 4 اكس تكعيب ناقص 3 اكس تكعيب زائد 3 على 2 اكس تكعيب لين اكس. هذا الواي بارتيكولر بنضيفه الى الواي هوموجينس اللي هي سي 1 اكس زائد سي 2 اكس تربيع زائد سي 3 اكس تكعيب ناقص 9 على 4 اكس تكعيب. هاي اللي هي ايش؟ البارتيكولر سوليوشن لحد هون الهوموجينيوس، وناقص 9 على 4 اكس تكعيب زائد 3 على 2 اكس تكعيب لين اكس اللي هو البارتيكولر سوليوشن. هاي هيك تشابتر 4، هاي هي ماده الميد تيرم اكزام لغايه محاضره اليوم. مين عنده اي استفسار؟ اختار كانوا ضايل صفحتين. Examples the same. More examples. يعني هون عندي more examples على نفس الطريقة. شايف W, W1, W2 بعدين V1, V2, V3 the same examples. ما فيش فيها شيء جديد. في homework دكتور هذا آخر موضوع chapter 4. هون هذا الموضوع مش حاطين عليه homework زي كل السكشنز اللي قبلها. مشكلة دكتور